اترككم جميعا. الواقعة المخيفة جدا اللي هنشوفها دلوقتي، ايه حكاية يا جماعة الاغتصاب والخطف والقتل؟ طفل عنده 7 سنوات فيختطفوا احد الاشخاص ويقتلوا ويدفنوا، وقال كمان في اعترافاته السنة دفنته كمان وفقا للقواعد الإسلامية يعني. طب يعني انت تقتل وكمان يعني بتقول يعني انا دفنته وفقا للقواعد الإسلامية، هي القضية هتدفنه ازاي؟ والأسوأ من كده انه هذا الشخص مشهور عنه الاغتصاب والتحرش الجنسي، يعني التقرير الطب الشرعي لسه هيثبت ما إذا كان الطفل اللي قتل تعرض للاغتصاب أم لا. 7 سنوات اختطفوا أحد الأشخاص وقتلوا ودفنوا. ابني بيلعب في الشارع ففجأة ابني اختفى. قعدنا 15 يوم فعلا ندور عليه مش لاقيينه، في كل مكان ندور عليه وننشر ورق في كل مكان، حتى في المترو قعدنا ننشر ورق مش موجود. قسم شرطة المعصرة اتصلت بينا، اتصلت بابوه فقالت له تعال احنا ايه لقينا هدوم وجثة في مقابر المعصرة، فاتصلوا بيا قالوا تعالي، فروحت فقالوا لي هي ديت ملابس ابنك، طلعوا لي الملابس، راح قال لي هي دي ملابس ابنك، قلت له اه هي دي الملابس، راح قال لي متأكدة، قلت له ايوه هي متأكدة. ده بعد 3 ايام عرفوا الجني ان هو علي، مشهور بعلي حليمة، هو مشهور في الشارع بعلي حليمة وكله بيقول له كده، بيقول له يا علي حليمة. انا كنت بدور عليه بعد ما تاه ب3 ايام وانا رايح التوب، لقيت علي حليمه جاي من ناحيه التوب، فسالني بيقول انت بتدوري على حاجه؟ قلت له اه، قلت له عندي طفل عنده 7 سنين ابن اختي تايه، هو قال لي باذن الله انا هدور لك عليه وهجيبه لي. فبعد ما توفى ابني اللي سمعت عنه بيتحرش بالاطفال وعلى طول دايما يتحرش بالاطفال، سمعت عنه كده بعد ايه؟ بعد ما هم مسكوه، هو خده بالسياسه لغايه المقبره هناك، قلعوا هدومه وغسلوا ودفنوا وحطوا في عين من التعب، يعني ده مش مجنون. حسب الله ونعم الوكيل في اليوم عليه مجنون، حسب الله ونعم الوكيل. رحت ابص لقيت فعلا، لقيت هناك تربه مفتوحه على دخله البوابه ولا تحت، لقيت تربه مفتوحه، رحت بصيت فيها استغربت يعني ازاي ده مجنون يعمل العمايل دي. حطوا في مقبره وفحت له ودفنه وحطت عليه تراب، يبقى ده مجنون؟ هو كان بيروح يوميا يطمن على الجثه وهي في القبر، بيروح على طول كان بيروح. المشكله ان هو كان كل يوم يجي يسالنا لقيتوه، وكان يفضل يتقص اذا كان هو اللي احنا لقيناه ولا لا. لا هو الله اعلم كان ممكن عايز منه ايه، الله اعلم، واخده ليه في التراب الله اعلم، بس هو معروف ان هو بيتحرش بالاطفال، معروف في المنطقه والناس كتير شهدت بكده. دلوقتي الشارع هص هص، الناس خايفه تروح تجيب العيال، المدرسه مكلبشه فيهم كده في ايديهم. انا بخاف عادي، هو بيجي يخطف العيال ده حرامي بس كده، هو خطف الواد بعد كده وداه التربه بقى. انت خايف تلعب في الشارع دلوقتي؟ خايف. علي حليمه ده كان بيتحرش بالاطفال في الشارع؟ كان يعني بياخدهم في حته كده يقعد فيهم بيعمل حاجات وحشه كده. هو الواد كان بيلعب كوره في الشارع، هو جه قال له تعالى نجيب صفيحه نبيعها، الواد عشان صغير راح معاه، فاحنا كنا شفناه اللي هي الكاميرات بتاعت مساكن السعوديه دي، شافته هو واخده لغايه التراب ورجع من غير الواد. لقيت المقبره دي عليه في جريد واقف كده عليها، المقبره دي مهجوره بقى لها اكثر من 7 سنين، فكشفنا عليها لقينا عيل صغير، طلعوا هدومه، كان الولد بقى حاطط الجثه ورمي عليها تراب، مداريها بالتراب. كان مجرد من ملابسه. مجرد من ملابسه، معهوش حاجه خالص. لما طلعناه لقيناه خانقه بفالنه من فالنات العيل. من فالنات الولد، كان خانقه من دماغه كلها بالنفس كله بالفالنه. بالنسبه للعيل ما فيهوش ولا فتح بطن ولا فتح جنب ولا اي حاجه.
جسم منفوخ بس جسم سليم، مفيش الا خبطه في دماغه بس. عمري ما اتوقع ان واحد مثلا ده فين قلبه دوت، ان واحد يموته يقتله يموته ويدفنه في تربه، ده ايه ده؟ يعني ليه يا ناس يتعمل فيه كده؟ ذنبه ايه؟ ده طفل 7 سنين ما عملش، ما اذاش حد، ما عملش حاجه في دنيته، ليه كده يا ناس؟ ليه البهدله دي؟ ده انا قلت هو هيجي لي هو يعني هو تايه وهيجي لي، او هو هبدا خاطفه مثلا وهيجي لي. انا قلت كده يعني، انا كنت متخيله ان هو هيرجع لي، انا كنت متخيله ان ابني دوت هيرجع لي. كان ذكي وشاطر جدا، الله يرحمه الله يرحمه. انا الطالب باذن الله ربنا يجيب له حقه. العزرة اللي عرفنا فين هو ميت و15 يوم نلف عليه ما نعرفش هو فين، وعرفنا مين اللي قتله، بإذن الله هو اللي هيجيب له حقه. أنا عاوزة الإعدام فين؟ أنا عاوزة العدل يجيب حقه. وكيل النيابة قال لي لو ما قلتش على كل حاجة، لو أنت ما جبتيش حق ابنك أنا هجيبه، فأنا عاوزة وكيل النيابة دوت يجيب لي حق ابني. الحكومة اللي وقفت معايا ديت عاوزاها تجيب حق ابني زي ما قالوا لي، أنا هجيب حق الطفل ده، طفل بريء وعاوزة أجيب حقه. ان شاء الله يجيله حقه باذن الله، حقك مش هيضيع ان شاء الله.